اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبجبروتك التي وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. ليلة الجمعة أمام أمير المؤمنين في ضيافة الإمام علي، الأيادي نحو السماء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس مرحبا يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، اللهم
عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. الله يحب العبد المقر بالذنوب، العبد اللي يعترف هذه الليلة زوار الحسين في صحن أمير المؤمنين اعتراف بالذنب شبع اعترافه ظلمت نفسي ظلمت نفسي ها 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 ظلمت ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن لك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي
فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك بيا مكان، أتيتك وأنا في جوار مولى الموحدين وزائرا لأبي عبد الله الحسين في الأربعين، بيا حال أتيتك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا يا منيبا مقرا مذعنا يا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني يا رب يا الله يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمي وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن لطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة
وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. يا كريم أي ما شاء الله، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاري على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فجبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على يا فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجل إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين. أي ما شاء الله.
يا 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 حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لجيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي
علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. الأيادي نحو السماء يا ربي يا رب. يا ربي يا ربي. اي ما شاء الله. يا رب يا ربي. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا رب يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا الله يا رب. اي ما شاء الله. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله العزيز، السلام على الشيب الخضيب، زين ها 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 يا حزين، زين يا حزين، السلام على الخد التري، يا أمير المؤمنين وهؤلاء زوارك هذه ليلة الجمعة وجايين إلى ابنك الحسين، بعد أقول شيء أألم قلبك، بعد أريد الونة تصرخ وياي، ها أريد من كل قلبك، السلام على المظلومة زينب، زين 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 زين
زينب ليلة الحادي عشر، والآن زينب راجعة في الطريق تريد تأخذ رأس الحسين ترجعه إلى جسد الحسين. تعرف زينب شنو كانت تنادي؟ هذا صوت زينب، وأريد الكل الكل اللي عنده حاجة شنو كانت تقول زينب؟ علي 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 علي، بعد أعلى علي 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 علي. في ليلة من الليالي زينب نظرت إلى رأس الحسين، تقول أخويا أبو علي أنا مشيت أنا مشيت الدرب الما مشيت، أنا مشيت 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 درب الماء مشيت وشتال خير فجيت، جتال خير فجيت. بعد زينب ايش عندك؟ وجهت وجهها الى النجف الاشراف، اذا عندك حاجة في قلبك الليلة ليلة الجمعة. قالت شنو قالت؟ علي 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 علي. مرحبا بهذه الأصوات، علي الرمح زينب حينما لا. الأخوة اللي يتكلمون فارسي يفهمون هاي القصيدة، هواي مشهورة بالعربي يعرفونها. نظرت إلى قمر العشيرة شنو قالت؟ يا عباس جيب الماي لسكيلة، يا عباس جيب الماي لسكينة، يا عباس جيب الماي، يا عباس والأطفال ضربوك، يا عباس والخيام حرقوك، يا عباس جيب الماي لسكينة، يا عباس جيب الماي لسكينة، يا عباس جيب الماي. يا حبيبي وأنت أمام أمير المؤمنين، أبياتي الأخيرة ونكمل الدعاء. شايف إذا تفارق لك عزيز الدفنة تجي بالليل تتفقد مكانه. زينب آه يا زينب، اصبحت عيني على الحومة شفت العاشر ببالي، أمس إخواني متحزمين
اليوم مذبح قبالي الشذر مشبر من صبري قوة دمعتي تلالي بعد خلصت من الاخوان وجهت وجهها الى وليها الى امير المؤمنين الى الامام علي. شنو قالت له؟ قالت يا محل الاخيت لو عدها اخوه مو ويا لا محل الاخت لو عدها اخوان تعيش مدللة وما يوم تنهار بهيبة ولا تبالي بجور الازمان علي 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 قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتي حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومل علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي أصحاب الحوائج اللي عنده مريض اللي عنده حاجة وأنتم في حرم أمير المؤمنين الأياد نحو السماء يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه
وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.